أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد مطلقا، وجمع التكسير مطلقا، وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الإعراب وأنواعه وقسمة تلك الأنواع، أتبعها بباب في معرفة علامات الإعراب، ذكر فيه أن لكل قسم من أقسام الإعراب التي تقدمت علامات يتميز بها عن غيره، وابتدأ بذكر علامات الرفع، فذكر أن للرفع أربع علامات هي الضمة والواو والألف والنون. والأصل في علامات الرفع الضمة، هي الضمة والواو والألف والنون، والأصل في علامات الرفع الضمة، فهي أم الباب، وما عداها نائب عنها، وما عداها نائب عنها. فالرفع له أربع علامات، فالرفع له أربع علامات: واحدة أصلية هي الضمة، وثلاث فرعية هي الواو والألف والنون. ما معنى أم الباب عند النحاة؟ يعني ما يرجع إليه أصلا في هذا الباب. فمثلا يقولون يا في باب النداء، يقولون يا أم الباب، يعني هي أصل صدور النداء، أن المنادي ينادي بقوله يا. وفيه نكتة لطيفة للذين لا يحبون النحو، أن كثرة الأمهات في علم النحو لتعلم أن الأمهات يرحم، فتطمع في علم النحو. فالعلامة الأولى وهي الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، فالعلامة الأولى وهي الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الأول الاسم المفرد، الأول الاسم المفرد، والمراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمس، والمراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة، نحو محمد. ومنه قوله تعالى: محمد رسول الله. فمحمد اسم مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. والثاني جمع التكسير، جمع التكسير، وهو الجمع الذي تكسرت صورة مفرده، وهو الجمع الذي تكسرت صورة مفرده أي تغيرت، نحو رجال جمع رجل، نحو رجال جمع رجل، تغيرت صورته بزيادة الألف بعد الجيم، تغيرت صورته بزيادة الألف بعد الجيم. ومنه قوله تعالى: من المؤمنين رجال. فرجال اسم مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ الضمة، لأنه جمع تكسير. والثالث جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، وهو جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين، وهو جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين، وأضيف إلى التأنيث لأن مفرده مؤنث، وأضيف إلى التأنيث لأن مفرده مؤنث، وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سلم من التغيير، لأن المفرد فيه سلم من التغيير. مثاله المؤمنات في قوله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات. فالمؤمنات جمع مؤنث سالم مرفوع وعلامة رفعه الضمة.
والأولى أن يقال في هذا الموضع الثالث الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. فالهندات ختمت بألف وتاء وهي جمع مؤنث ثاني، والحمامات ختمت بألف وتاء وهي جمع مذكر أم مؤنث؟ جمع مذكر، جمع لمذكر، وليس الحمام بمؤنث، ومع ذلك جاءت صورته آخرها الألف والتاء. وكذلك يلحق به ما كان آخره ألفا وتاء وليس بجمع أصلا، مثل كلمة عرفات، مثل كلمة عرفات. فالأوفق أن يقال الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه. ومنه يغفر في قول الله تعالى فيغفر لمن يشاء، فيغفر لمن يشاء، ففعل يغفر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه لم يتصل به شيء من لواحقه، وشرطه ألا يتقدم عليه ناصب ولا جازم، وشرطه ألا يتقدم عليه ناصب ولا جازم، فإذا تقدم عليه خرج من الرفع إلى حكم آخر يأتي، فإذا تقدم عليه خرج من الرفع إلى حكم آخر يأتي. ولواحق المضارع خمسة، ولواحق المضارع خمسة: نون الإناث، ونون التوكيد الخفيفة والثقيلة، نون الإناث ونون التوكيد الخفيفة والثقيلة، وألف الاثنين، وألف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المخاطبة، وياء المخاطبة. والعلامة الثانية هي الواو، والعلامة الثانية من علامات الرفع هي الواو، وتكون علامة للرفع في موضعين: الأول جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون، وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون وما ألحق به، وأضيف إلى التذكير لأنه مذكر، وإلى السلامة لأن مفرده سلم من التغيير. نحو المؤمنون، جمع مؤمن، في قوله تعالى ولما رأى المؤمنون، فالمؤمنون هنا اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو، اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. والثاني الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. والحم اسم لقرابة المرأة من جهة زوجها، والحم اسم لقرابة المرأة من جهة زوجها، فالمناسب هنا كسر الكاف، فالمناسب هنا كسر الكاف، فيقال حموك على إرادة المرأة، على إرادة المرأة. وربما أطلق الحم على قرابة، على قرابة الرجل من جهة زوجته، وربما أطلق الحم على قرابة الرجل من جهة زوجته، فيسوغ فتح الكاف ويقال حموك، لكن الأول هو الأصل. وذو هو خامسها ولا يختص بالإضافة إلى المال، وذو هو خامسها ولا يختص بالإضافة إلى المال، فمثله ذو علم وذو تقوى وذو خير، فإنها بمعنى إيش؟ صاحب.
وكان الأليق أن يأتي المصنف بواحد مما ذكرنا، بأن يكون صاحب علم أو تقوى أو خير، فإن المال ليس من الخير المطلق، والمناسب في مقام التعليم فيما يجرى من الأمثلة أن يجري الكلام بما ينفع لا مجرد جمع الكلام. وأنفع شيء القرآن الكريم وما كان من المعاني الصحيحة، فيقبح أن يكون التمثيل في العلوم الآلية كالنحو والبلاغة أو الأصول أو غيرها بأشياء لا تمس إلى ما ينفع الناس، فالأنفع أن تكون فيما يتعلق بأمور الناس في دينهم، فيصلح الناس بهذا ويذكروا بما ينفعهم، فإن هذا خير لهم من ضرب زيد عمرا. فهذا المثال طفحت به كتب النحو، حتى أفردت رسائل في هذه الكلمة ضرب زيد عمرا، ولم يزالوا على هذه الحال من عهد السلف إلى يومنا هذا. ولذلك القاسم بن مخيمرة لما أراد تعلم النحو وجلس إلى معلم النحو قال قل ضرب زيد عمرا، فقال لي ما ضربه؟ فقال هكذا المثال، فقال هكذا المثال، فقال شيء أوله كذب وآخره شغل لا أريده، أوله كذب وآخره شغل، لأن الإنسان إذا توسع في النحو يوسوس. ولذلك ذكر ابن القيم والشاطبي أن النحو يؤخذ منه ما يقام به الكلام ويطلع به على الأحكام دون الفروع بعيدة القعر منه التي لا يأتي على الناس ذكر ما ينفعهم فيها إلا في المدة المديدة بعد السنين المتطاولة. وهذا الذي ذكره القاسم ليس عذرا للكسل عن النحو، وإنما أريد به التنبيه إلى أن يناط علم النحو وغيره من العلوم الآلية بما ينفع الناس. وهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو نحو أبونا، ومنه قوله تعالى وأبونا شيخ كبير، فأبونا فأبو اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، والعلامة الثالثة من علامات الرفع هي الألف، وتكون علامة للرفع في موضع واحد وهو تثنية الأسماء خاصة، وهو تثنية الأسماء خاصة، والمثنى هو الاسم الدال على اثنين، هو الاسم الدال على اثنين الذي لحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، الذي لحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، نحو رجلان مثنى رجل، ومنه قوله تعالى قال رجلان، ومنه قوله تعالى قال رجلان، فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. والعلامة الرابعة وهي النون تكون علامة للرفع في موضع واحد وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية وهو الألف، الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية وهو الألف، نحو يفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع وهو الواو، أو ضمير جمع وهو الواو نحو يفعلون وتفعلون، أو ضمير المخاطبة المؤنثة وهو الياء نحو تفعلين، أو ضمير المؤنثة المخاطبة وهو الياء نحو تفعلين، فهو فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وسياقه في خمسة أفعال تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون
وتفعلين، وتسمى هذه الأفعال بالبناء المذكور الأفعال الخمسة، ولا يراد بها عين هذه الأفعال بل المراد وزنها، بل المراد وزنها. فمثلا تعلمون على زينة تفعلون، تعلمون على زينة تفعلون. ومن أهل العربية من جعلها ستة، ومن أهل العربية من جعلها ستة، لأن تفعلان يجيء للمذكر والمؤنث على حد سواء. وسماها ابن هشام والأزهري وغيرهما من المحققين بالأمثلة الستة، بالأمثلة الستة. لماذا سموها بالأمثلة ولم يسموها بالأفعال؟ إيش الأخ اللي خلف؟ لأنها يقاس عليها، لأنه يقاس عليها، فهي مثال يحتذى حذوه ويبنى عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنه قوله تعالى: والله خبير بما تعملون. فتعملون فعل إيش؟ هذه العلامة الرابعة نسيناها، وهي علامة الرفع الرابعة كم ذكرنا نحن؟ الواو والألف إيش؟ الضمة والواو والألف، وبقي النون، وهي علامة الرفع في الفعل الذي اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة. مثل إيش؟ تعلمون والله خبير بما تعلمون، فهو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، وهي هذه الأمثلة الخمسة. نحن ذكرنا الأمثلة الستة فهي ترفع بذلك. نعم.